السلام والإكرام يا طيبين يا موحدين. حلقتنا اليوم هي الحلقة الرابعة من سلسلة التوحيد. عنوان حلقتنا هو التوحيد بالشهود. التوحيد بالشهود هو أن لا تشهد بالوجود إلا الله، فلا وجود بالحقيقة إلا وجود الله، وما سوى الله عدم، وما سوى الله وهم. عشان هيك لما أنت تكون في الصلاة وتكون في مكان الركوع تقول بعد التحيات تقول أشهد أن لا إله إلا الله، ذلك بمعنى مش بمعنى لفظي، أنت تشهد أن لا إله إلا الله. الآن في فعل مضارع، في حضور، أنت لا، أنت تشهد بأن لا وجود، لا موجود بالوجود إلا الله، لا فاعل بالوجود إلا الله، لا قائل بالوجود إلا الله، لا شاهد بالوجود إلا الله، لا شيء بالوجود. الله هو متجلي في كل شيء، هو أقرب إليك من حبل الوريد، فأينما تولى فإن وجه الله، تجد وجهه في كل شيء، في وجهك. لما نفهم المعاني العميقة الخفية بمعنى أشهد أن لا إله إلا الله، ساعتها أنت حتصل مقام التوحيد بالشهود. وعشان توصل هذا المقام عليك بأنك تطهر بصرك، تنقيه، تصفيه. تصفيه من إيش؟ أنك تغض البصر، مش أنك بس تغض البصر عن السيدات المتبرجات، لا، أنك تغض البصر عن رؤية الغير، عن إنك ما تشوف بالوجود إلا الله. هلا الصحابة عليهم رضوان الله، أبو بكر، علي، عثمان، عمر وغيرهم من الصحابة المقربين، هناك من كان يشهد الله قبل كل شيء، هناك من كان يشهد الله بعد كل شيء، من وراء كل شيء، وهناك كان من يشهد الله فوق كل شيء في كل شيء. شهودهم كان سر من أسرار مقام التوحيد. وعلشان توصل هذا المقام الراقي عليك إنك تتوحد بالنظرة. على سبيل المثال لما تشوف طاولة فوقها شمعة وردة وتحتيها سجاد، خذ الأسماء من هذه الأشياء، خذ الاسم من الشمع ومن الوردة والطالة والسجاد، فانظر لهم نظرة شمولية كاملة، انظر لهم من دون التصور والأسماء والأفكار، ساعتها ستتوحد النظر. ستشوف انه الطالة والشمعة والوردة والسجادة والرجلين تاعون الطالة كلهم شيء واحد كينوني وحدي. كذلك الامر في النظرة التوحيدية، بالشهود التوحيدي، انك تشهد كل شيء كما هو مثل ما هو من دون احكام في حيال مطلق. هكذا تبدأ تنظر وتشهد بنور الله شهود توحيدي.
لنا لقاء آخر إن شاء الله رب العالمين في الحلقة القادمة، أسرار وأنوار التوحيد. سلام سليم من رب العالمين.